بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا بريف اكسرسايز، تمرين قصير BE2.9. بيحكي التمرين identify which basic principle of accounting is best described in each item below. بدنا نحدد شو هو المبدأ الأساسي في المحاسبة اللي يصف هذه كل فقرة من هذه الفقرات. بيحكي برملت هذه شركة يعني reports revenue، تفصل عن إيراداتها and its income statement with it delivered goods instead of when the cash is collected. يعني هي تسجل وتعترف بالإيراد في قائمة الدخل لما هي توصل البضاعة إلى الزبائن، يعني وليس عندما هي تجمع النقود أو تقبض الثمن. طبعا هذا يعني يصف اللي هو revenue recognition principle. revenue recognition principle، لأن revenue recognition principle بنص إنه يتم الاعتراف بالإيراد عند تقديم أو إيصال الخدمة أو السلعة، يعني بغض النظر عن عملية القبض. النقطة بي بتحكي جوجل تعترف بـ depreciation expense لآلي على مدار السنتين على أساس إنه هذه الآلة تساعد الشركة في تحقيق الإيراد. طبعا هو بيحكي عن expense والاعتراف بـ expense، وبربطه إنه يعني إحنا نعترف بالـ expense على أساس إنه يحقق الإيراد، يعني بربطه بعمل matching between expense مع الإيراد. طبعا هو تطبيق لمبدأ الـ expense recognition principle. طيب النقطة سي بيحكي إنه هذه الشركة reports information about pending lawsuits، يعني تفصح عن معلومات عن قضايا وتعليق قضايا يعني معلقة في النوتس في الفاينانشال ستيتمنتس. طبعا هذا تطبيق للفول ديسكلوجر برينسيبل، لانه الفول ديسكلوجر برينسيبل يعني يقضي بالافصاح عن all relevant information for users سواء كانت في النوتس او في الفاينانشال ستيتمنتس او في supplementary information. طيب اخر شيء اللي هو هذه الشركة تفصح او يعني تفصح في تقارير المالي عن ارض لاند وبالتحديد في قائمة المركز المالي بالتكلفة المدفوعة عند حيازة هذه الارض، بالرغم انه الفير ماركت فاليو القيمة السوقية العادلة لها اكبر من القيمة التاريخية. طبعا هو بيحكي عن الميجرمنت برينسيبل وبالتحديد بيحكي عن هيستوريكال كوست برينسيبل. هذا هو التمرين القصير، ارجو ان يكون مفهوم للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.